ننطلق الحقيقة من حرص سيدي حفظه الله خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين على دعم الأشقاء في اليمن في جميع المجالات بما فيها المجالات التنموية والاقتصادية بهدف حقيقة توفير فرص حياة أفضل وخلق فرص عمل وتنمية الإنسان وتمكين المرأة والشباب وأيضا منح الخبرة والمهارة المختلفة للأشقاء في اليمن جنب لجنب مع مؤسسة الأمير الوليد الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للمستندات البشرية. اليوم هذا من أهم المشاريع لمؤسسة الوليد للإنسانية وهي طبعا مع البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن وخبرات المؤسسة هي في الآخر للتعاون والمصلحة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع حكومة اليمن بإذن الله. شيء ثاني، أنا التعاون هذا مرة مهم لأن هذه إطلاق رسالة لكل المؤسسات الإنسانية والخيرية في المملكة أنها تعرف أنها تقدر تشاركنا هذا العمل. فما بالك إذا نشاط في اليمن الشقيق